النعام شو عارفة فيها؟ والله بأي صف انت؟ كلي حمرك الخامس؟ أنا ثالث ولا ثالث؟ أنت ثالث؟ ما شاء الله. شو اسمك؟ قصي. قصي إيش؟ عواد. قصي عواد. قصي عواد؟ عواد جمعة؟ والنعم. طب أنت ليش هنا؟ اللي هو أهلك؟ مستنى ابن عمتي. ابن عمتي. في جنب بعض. أنا ابن عمتك شو اسمه؟ عزيز. عبد العزيز. وين اليوم الافراج عنه؟ ده يطلع بالسلامة. شو؟ اليوم ان شاء الله بالسلامة؟ ان شاء الله. ما شاء الله عليك. صورتي. قاعدين تستنوا فيها الوقت. صور احنا رحنا. الجاي يصور. ها؟ احنا الجاي يصور هو ابن اخوه. جاي يصور ولا يصور؟ هو ابن اخوه. انت من المدرسة الابتدائية صح؟ لا الأساسية. الأساسية اه. هذا بيكون شهادة سنوية. انت كبير اه انت خامس. بس هو هذا الصغير ابن عواد. ابن عواد. ابن عواد. بقول لك ابن عواد الصغير. معك عمي؟ هلا هلا بيك. كيف شيخ مراد؟ هلا بيك. الله يحييك عمي. جاي تستقبل؟ يا والله اه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يمرق عنهم. روح انا اصورك. ايوه يا سبحان الله. شايف كيف؟ احييك عمي. الله ان شاء الله اقبل الاسرى يا رب. الله ان شاء الله اقبل الاسرى يا رب يفرج عنهم. ان شاء الله. من وين انت بتعرف بيت النعام ده؟ الزمن. اكيد. اه. ها؟ اه. والله تمام. مليحة ولا شو رايك؟ شو رايك بيت النعام؟ مليحة. مليحة. كل يوم تدخل بيت النعام؟ لا مرة كل اسبوع او مرتين. كل اسبوع مرتين. يعني في تدخل يوم العطلة. اه. مرة مش في العطلة. انت عندك فيسبوك يعني؟ اه. والله ما شاء الله. انت عندك فيسبوك؟ يوم السبت يوم الجمعة في التعبت. هذا حجي السبت. هذا ابن اخوي. هذا ابن اخوي. هذا امير. 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 اقبل اولادك يا ربي. هذا الدراجة يا عمي. صاروا هاد. ها؟ صاروا هاد. واحد ولا اثنين الاثنين مع بعض؟ ايه. واحد ما شفتش الثاني. واحد. الثاني. انا عبد العزيز. عبد العزيز. من شاء الله بتلعب اثنين؟ ثلاث اثنين مع بعض ولا كيف؟ والله عرفت شفت واحد ما شفتش الثاني. ايوه ما بقول له ما تسافر من الليل جاي. بقول له احنا جايين نستقبل ابن عمتنا. نعم. بلاد عواد هذا. اه. انا بقرب لامي. انا؟ اه. اكيد بقرب لامك. هل اتصل عليك؟ هل اتصل؟ شيء هذا اسمه فادي. هو عم بحكي معي في التليفون. فادي بحكي التليفون. بعدين سته كم امك بنت عمي. ما ما نعم. نعم بقرب لامك. نعم 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 نعم. هي طلعين حجي. ها؟ قاعد مزمر قاعدين. طيب هيو بدي اشوف بس. هذا مزمر هناك قاعد ازور هناك عند الجامع. كان ضربت لي انت غبي. أذان المغرب من الحارة الشمالية من منطقة المحتجر. Thank you.
الصلاة عقبال جميع الأخوان. اللهم آمين. كيف حالكم؟ مهند الله يسعدك الله يبارك فيك الله يحفظك بس ما شاء الله مبيض يعني الله يخليك بيت بيت حيش تضيع المال يعني انت تنزل ولا شيء شو انزل طبعا نازلنا زي نحن حاليا من طريق مؤدي لحفلات حبايب حفلات حبايب ماشي كيف هاد نطلع على عوفة نخزق عوفة هاي دار شيخ خلف ابصر وحفي البحث ولا لا